عدنا لكم مشاهدينا، وانضمت لنا الآن النائب السابق والناشطة السياسية توجان فيصل. أهلا وسهلا فيك. ندخل معك مباشرة في بعيدا عن موضوعنا أو في صلب موضوعنا، مقالك مشهد عند إشارة مرور حمراء. للأسف طريقة إدارة الدولة أصبحت يعني استجلاب معونات، ما عاد يركزوا على أنه دولة عندها مواردها. طبعا بيعت أهم أصولنا وأهم مواردنا بأسعار بخسة وبيع عليه علامة سؤال ضخمة، لكن آخر شيء عملوه أعتقد أنه أصبح يعني مؤذي للشعب الأردني، طريقة تعاملهم مع دول الخليج مقابل المعونات. يعني فأوكي استجداء المعونات كان سيء، لكن كمان درجة الابتزاز اللي دخلت يعني أصبحت مناكفات شخصية. فشعرت أنه فعلا الصورة صارت بطلت صورة دولة بتتعامل مع دول ومعونات، صفت بالضبط زي اللي متسولي الإشارات، فما بتنزل الأزاز ما بتدفع لهم بيصير يوسخوا لك الأزاز. يعني المشهد دغري، أنا بشوف التقرير تبع القدس العربي، طبعا هن أعطوا معلومات للقدس العربي، وأنا بقرأ التقرير حسيت حالي أمام هكذا مشهد. وكما قلت في المقال قد يكون هذا محرج لنا كشعب، إلا ليس محرج لأنه إحنا هلأ كشعب حقيقة رسمنا خط فاصل ما بين وبين من يمارس هذا النوع من الأداء يعني. وإحنا على فكرة أعلى شعوب العرب تعليما وثقافة، الشعب الأردني الفلسطيني، ولما نقول أردني فلسطيني صعب نفصل يعني تاريخيا، إيه من المصالح الفئوية اللي بتتجاذب، لكن صعب نفصل بالتقارير الدولية هذا أعلى شعبين تعليما، يعني الأمية ممحية تماما عن طبعا، ولكن شعب يعيش في ظلام حسب اعتقاده، والمستوى التعليم الجامعي كتير عالي. وأنا أقول وأعتز حقيقة لأنه أنا اتصالي بالقطاع الشبابي اللي كنت دائما حريصة عليه، لأنه أحس أنه إحنا من صدي إذا ما بقينا منفتحين على القطاع الشبابي، العالم بتحرك بسرعة فظيعة، بس الحراك أتح لي انه اسير على اتصال بشباب نخب من مختلف يعني محافظات المملكه، وحتى من لم يحملوا شهادات عليا فيهم هم نخب بذكائهم وثقافتهم واخلاقهم. ففي عنا يعني احنا لما قالوا الانسان اغلى ما نملك كان شعار سياسي ووظف، انا بدي احكي المضبوط انه احنا عنا ثروه شبابيه. هؤلاء شعروا انه الوضع في الاردن لا يمكن ان يستمر على هذه الحال، فكان حراكهم هو حراك كتير طبيعي، ومطالبهم هي الحد الأدنى لأي إنسان في العالم المتحضر هي أن تعود السلطات للشعب. فنخرج من هالوضع عندما تعود السلطات للشعب، وهذا لن يتم إلا بتعديل الدستور، التعديلات التي صدرت حتى رجال الدولة يرفضوها. يعني رجل في وزن أحمد عبيدات يعني محامي وكان مدير مخابرات ورئيس وزراء ووزير الداخلية بقول لك لا، هاي مش تعديلات إصلاح. فالتعديلات والإصلاحات المطلوبة موجودة، حتى نبرة الخطاب خطأ. يعني على طول سوى الخطاب وزير الدولة للتنمية السياسية أصدر بيان بعد ما قالوا يعني زعم إنه مجلس منتخب وزعم إنه المجلس حينتخب رئيس يعني، وكل هالتمثيلية اللي كتير مكشوفة عم تنباع للخارج. فدغري بيصرح للسي إن إن بقولهم هي رغبة من الملك أن يستشير النواب، بس هو صاحب الصلاحيات المطلقة كلها، يعزل يجيب يروح النواب بس، وهذا كان لازم النواب يلتقطوه فلا يسموا رئيس. يعني سمي وما تسميش النواب الأخير كمان يعني صراحة. اسمحي لي ست توجان بقول لك يا لا، هذا الوضع أنك لم يجري بعد استيعاب أن الحكم يقوم على عقد اجتماعي، هذا من أيام جان جاك روسو بيحكوا بالعقد الاجتماعي، هذا العقد اسمه الدستور وهو الذي يحدد الصلاحيات، والشعب مصدر تلك السلطات ويعطي أدوار لمن يحكمه. إحنا عندنا لا يزال الفكر زي موضوع الملكيات الأوروبا اللي بحق إلهي يعني. الآن الطريقة إنه الصلاحيات كلها يجب أن تكون للملك ثم يعطيها مكارم أو هو رغب في استشارة. هذه المنظومة لو جمعتها في عبقري العالم، جبت كل صفات اللي بدك إياها بكل البشرية وحطيتها بشخص واحد، لا يمكن أن تستطيع إعطائه هكذا صلاحيات. يعني لسه مش عم بيستوعبوا أنه طريقة التفكير
كتير غلط وما إلها علاقة بالقرن الحادي والعشرين اللي بيفكروا فيه مجموعة الحكم، بينما الشعب الأردني عم بتصرف عادي طبيعي زي ما تصرفت شعوب العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر لما قامت بثوراتها اللي اسمها ثورات الربيع الشعوب الأوروبية، وثوراتنا حقيقة نسخة عنها لهذا الغرب اسمعنا الربيع العربي. تحدثت أن لدينا أكبر نسبة متعلمين ونتفاخر بذلك، لكن الربيع الأردني هو أطول ربيع، بدأ قبل الربيع العربي وما زلنا في ذلك الربيع، نتائجه عكسية، لم نلمس إصلاح حقيقي حتى الآن. هل مستوى التعليم العالي لدى الأردنيين جاء بنتائج عكسية؟ لا، هو مش مستوى التعليم دابل. اللي صار إنه الأردنية يعني سمتهم النفس الطويل وأحيانا بأطول مما يجب. لنقل أنا منذ تأسيس الإمارة، ما قبل تأسيس الإمارة، الأردنيين حطوا برنامجهم، مطالبهم كسكان بهالمنطقة راح تقوم عليها دولة. تميزوا أنه لما شافوا وعد بلفور وشافوا تطبيق وشافوا الحرب إلى ماذا ستنتهي، فقرروا لكي ينقذوا هذه القطعة من الأرض اجتمعوا في أم قيس، وكانت مطالبهم أن تقوم دولة. طبعا وقتها ما بيعرفوا حتى كلمة جمهورية، لأنه القائم حتى في الدول اللي عم تحاربهم زي بريطانيا وغيرها كانت ممالك، والجيش البريطاني موجود، جيش جلالة الملكة. فقالوا تصور، طبعا هذا نمط أصلا الجمهورية وانتخابات وسيستمها ما كان. فالدستور اللي كان قدم لسوريا لما قامت الدولة السورية لفترة قصيرة كان الدستور سموه دستور دمشق يعني، وهو منسوخ عن دستور بريطاني. فهدول قالوا، ما قالوش، قالوا إمارة عربية هنا لكي يحفظوا هذه الأرض من أن تلحق بالمشروع الصهيوني. والطلبات اللي طلبوها بالضبط هي فحوى دستور دمشق، يعني نسخة عن الدستور البريطاني. يعني أجدادنا اللي اجتمعوا، يمكن بالنسبة لعلاء أبو جده مش جده، فاللي اجتمعوا في أم قيس كانوا في قمة الفهم والوعي والحضارة، مع أنه غالبيتهم كانوا أميين، بس اطلعوا. اللي بيقرأ أرارهم دستور دمشق قالوا بدنا زيه. بريطانيا قالت أنتم ما تأهلتوا كفاية. في تلك الفترة كان لما أجى الأمير عبد الله كان 3 أشهر بمعان، والعشاء الأردني ما دعته إلى عمان ولا إلى اللام، لأنه كان عندها مطالب كانت تبحثها مع بريطانيا. بريطانيا فرضت علينا نوع من الإمارة بزعم أننا متخلفون، أننا لا نستحق. وبقيت بعديها قام المؤتمر الوطني الأردني، وهذا المؤتمر الوطني كرر ذات المطالب مضافا لها أن لا يتم التصرف بأراضي الدولة، لأن أراضي الإمارة هي لشعب الإمارة وليست للأمير. فكانت من بين مطالب اللي أضيفت على مطالب أم قيس. يعني كنا إحنا متقدمين قبل التعليم سياسيا، وبريطانيا ما بدها لأنه عندها مشروع صهيون وعندها تقسيم منطقة، كانت تضغطنا. ومعروف أنه كل انتفاضات العشاء الأردنية تم قمعها بقوة الجيش البريطاني، ثم جاءت قوات المخابرات والأمن واللاي والقلاب 57 الشهير حقيقة. فحتى لما ما كان عندنا سوية متعلمين، نحن نستطيع أن نفخر أننا كنا في مقدمة الشعوب الواعية. فأن يقال لنا الآن بعد ما صار كل واحد فينا كل معه شهادة عليه ثانوية، واللي معهش ثانوية لأنه ظروفه ما ساعدت المعيشية، لكنه مثقف بقدر، نيجي نقول له أنت ما تأهلت لسه لكي تسترد سلطاتك؟ أيضا كنا قد انتهينا مع الزميل علاء، ووجهنا مجموعة من ملاحظات ساعة النائب الأسبق علي طلاعين، نهج بالي على النظام إصلاح بيته الداخلي ومجلس نواب مزور وفاقد للشرعية. نعود لك استقالة. كنت أتحدث عن أنه الأردنيين كانوا مضوا في شعار في إسقاط النظام 13-11 و14-11، توقف يوم 15-11 حكينا وقتها أنه يعني كان في شعور عام بالحرص على الدولة. ويمكن هذا السؤال ينعكس على السؤال اللي طرحته للأستاذ تجان بخصوص ليش الربيع العربي كان الأطول. يعني الأردنيين في عندهم حرص على هذا الكيان اللي سووه، اللي هي الدولة اللي ما طلعت بسهولة. تحدثت أستاذتنا تجان بإسهاب عن الموضوع، الأردنيين مش مستعدين يخاطروا فيه، ولكن من الخطير جدا، وأرجع أكرر، من الخطير جدا أن يعتقد صانع القرار من رأس الهرم، مرة أخرى من رأس الهرم إلى أصغر موظف. بالمناسبة النظام ليس فقط رأس الهرم، النظام هو الملك ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والمحافظ وأمين عام الوزارة ورئيس القسم في الوزارة ومدير المديرية. هذا هو النظام. النظام إذا اعتقد أنه يستطيع أن يوزع السلطة والثروة في الأردن بالطريقة التي تناسب الأغنياء فقط والمتنفذين فقط، فإنه يقامر بالدولة. وخصوصا إذا كانت كما يقال الموارد محدودة، والاقتصاد أصلا غير منتج وغير حديث، اقتصاد يعني يعاني من مشاكل بنيوية حقيقية
قد لا تستطيع خلال 10 سنوات أن توفر موارد أساسية لمواطنيها. في ظل هذه الظروف سيضطر النظام تلقائيا إلى التوجه إلى الخارج وممارسة دور أمني عسكري لصالح دول أخرى تصل إلى مرحلة الابتزاز. قد يقامر أيضا الابتزاز الأمني والعسكري لمن ولصالح لكل دولة تحتاج. يعني إحنا شاركنا في قمع احتجاجات البحرين، شاركنا في قمع احتجاجات في السعودية، شاركنا في قمع احتجاجات قد نشارك في سوريا أو أوريدي إحنا انفولد في سوريا، يعني إحنا أوريدي متورطين في سوريا، ما نعرفش وين كنا نتورط بعدها. يعني الموضوع أوسع بكثير مما نعتقد، والمشكلة الحقيقية أنه ما يسبب هذه الصورة السيئة لاستثمار القوات الأردنية في الخارج هو تهالك أو تهافت صانعي القرار في الأردن على تحصيل المزيد من النقود. هذا يرجعنا مرة ثانية لموضوع رفع الأسعار. هم لا ينتبهوا أبدا إلى النقاط الرئيسية في المشكلة. النقاط الرئيسية اللي هي أنه الاقتصاد غير منتج وغير حديث، واحنا لسه على زي ما يقولوا المصريين لسه ما دخلناش في المنهاج، احنا لسه نحكي برا المنهاج، نحكي لسه في المستويات قبل المنهاج. احنا محتاجين نصحح طريقة إدارة الدولة ونوقف الهدر ونوقف الفساد وبعدين نروح على المشاكل الحقيقية اللي لسه ما دخلناهاش. يعني دول زي تركيا ودول زي ماليزيا ودول زي الهند ودول زي سريلانكا استطاعت ان تخرج من مأزق الانتاج وتبلش تنتج شيء يوافق إمكانياتها الوطنية ويكفي مواطنيها. إحنا لسه بعد ما دخلناش في هيك، كمان 10 سنين راح نواجه، يعني 10 سنين وأنا متفائل، يعني على رأي الأخ اللي اتصل قبل شوي ممكن أقصر من 10 سنين، راح نواجه مشكلة إنه ما ننتجه أقل مما نستهلكه. هو حاليا ما ننتجه أقل مما نستهلكه، لكن يعني الفجوة راح تزداد. يعني إحنا كنا ننتج مواد منتجات زراعية، كنا ننتج فوسفات، كنا ننتج بوتاس وما شابه. كمان شوي مع تزايد عدد السكان ومع الدور اللي إخواننا بالله يهيئونا له إنه نصير سفنجة تمتص الهجرات البشرية من كل ناحية والتزايد البشري الطبيعي، هذا كله راح يخلينا كمان شوي غير قادرين على إنه نطعم الناس ونعطيهم مي.